منذ الصباح الباكر تدفقت مئات الألوف من المواطنين على شارع شكر القواتلي حيث يقام العرض العسكري الكبير. وما أن وصل موكب الرئيسين جمال وتيتو حتى أطلقت أسراب الحمام الأبيض رمزا للسلام والمحبة والصداقة، وعزفت موسيقى الجيش السلامين اليوغوسلافية والعربي، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف وسط عاصفة مدوية من التصفيق والهتاف. وفي المنصة الرئيسية جلس الرئيسان جمال عبد الناصر والمارشال تيتو وعقيلته وفخامة المواطن العربي الأول الرئيس شكري القواتلي وسمو الأمير محمد البدر ولي عهد اليمن. وبعد ذلك تقدم آمر العرض العسكري فاستأذن سيادة الرئيس في البدء بالاستعراض، وانطلقت الألحان العسكرية. بدأت مواكب القوة والعزة والمجد تمر من أمام المنصة الرئيسية، وكانت الوحدات المختلفة تؤدي التحية للرئيسين العظيمين أثناء مرورها من أمام المنصة. ووسط الزغاريد والهتافات بحياة رائد القومية العربية مرت فرق الخيالة والهجان. وفي هذه الأثناء أخذت تحلق في الجو أسراب من الطائرات النفاثة على ارتفاع منخفض تحية للرئيسين العظيمين. واشتركت المدفعية الخفيفة والثقيلة والمضادة للطائرات في هذا العرض العسكري، وصفق المواطنون وهتفوا من أعماق قلوبهم لجيشهم القوي، جيش الجمهورية العربية المتحدة. الدنيا كلها دنيا العرب في عرس لا ينتهي، عرس الإيمان بالماضي والحاضر والمستقبل، عرس الانطلاق في موكب المجد والعظمة يتمثل في قوة تبني وإرادة تعمل وتصميم يبدع ويخلق ويحقق المستحيل. ومع هذه الصور الرائعة، صور القوة والعزة والمجد، يستعيد الشعب ذكريات أبعد من الزمن، ذكريات النضال الصامد والكفاح العنيف. فقد كانت كل معركة من معارك الشعب العربي تعني بشكل أو بآخر اتجاها نحو الوحدة. فالوحدة هي معركة السلاح، وهي معركة القنال، وهي معركة فك الحصار، وهي معركة الحياد، وهي معركة الصمود ضد الضغط والتهديد والحصار وحشد الحشود وتعبئة قوى العدوان. والشعب يعرف أن الوحدة لا تعني نهاية المعركة بل بدايتها، وأن بناء الوطن هو المعركة الحقيقية الكبرى التي يصون بها حريته ووحدته ويحققها في كل أجزاء وطنه العربي الممزق. لقد عرف الشعب معركته فعبأ قواه، وانطلقت القطع الفولاذية الضخمة، وانطلق الجنود يدكون الأرض دكا، يحمون سماء هذا الوطن العزيز وأرضه وساحله بالدماء والأرواح. وفي غمرة الفرحة العارمة مرت من أمام المنصة الرئيسية المدرعات والدبابات الثقيلة التي كتبت عليها أسماء الشهداء الذين تخضبت دماؤهم بأرض الوطن المقدس، وروت هذه الدماء شجرة الحرية، شجرة الوحدة المباركة. وفي نهاية العرض هنأ الرئيسان العظيمان قائد الجيش الأول الفريق جمال فيصل على الروعة التي تجلت بها وحدات القوات المسلحة أثناء العرض. وشهد الملعب البلدي بدمشق مهرجانا كبيرا تحت رعاية سيادة الرئيس جمال عبد الناصر لتوزيع الأراضي على الفلاحين المنتفعين بموجب قانون الإصلاح الزراعي. ولدى وصول السيد الرئيس إلى مكان الاحتفال وبرفقته المارشال تيتو ضيف الجمهورية العربية المتحدة والسيد عقيلته وفخامة المواطن العربي الأول السيد شكري القواتلي وسادة الوزراء المركزيون والتنفيذيون، علت هتافات جماهير الشعب الغفيرة بحياة القومية العربية
ورائدها المفدى الرئيس جمال عبد الناصر وحياة المارشال تيتو والصداقة العربية اليوغوسلافية. وبعد أن أخذ السيد الرئيس وصحبه أماكنهم على المنصة الرئيسية، بدأ المهرجان، فمرت أمام المنصة فرق المرشدات والكشافة ورجال المقاومة الشعبية والفتوة والشباب الرياضي. مواكب القوة تبعث الطمأنينة في النفوس وتشعر كل عربي بأن وراء جيش هذه الجمهورية جيشا آخر مسلحا قوامه الشعب بكامله، وأن لهذه الجمهورية العربية المتحدة معينا لا ينضب من الطاقة البشرية التي تستطيع بقوة الإرادة والعزيمة الصادقة أن تحقق الآمال القومية التي تنشدها الأمة العربية. وتوالت مواكب القوة والمجد تمر من أمام المنصة الرئيسية، كلها أمل بمستقبل مشرق تتحطم فيه القيود في كل بلد عربي. النساء والرجال والأطفال كلهم جيش واحد يصد المستعمر عن أرض الوطن العزيز. وفي نهاية العرض تقدم أصغر مقاوم شعبي وحيى سيادة الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه. وبعد ذلك بدأت المواكب الشعبية تمر أمام المنصة وتلتها مواكب الفلاحين الذين أموا دمشق من مختلف محافظات الإقليم الشمالي للتعبير عن فرحتهم بالعيد الأكبر، عيد الوحدة والقضاء على الإقطاع. تحققت العدالة الاجتماعية في الإقليم السوري، وتحرر الفلاح وتقدم ليأخذ مكانه بين الصفوف كمواطن يتمتع بكامل حقوقه، مواطن عامل له ما لغيره من حقوق وعليه ما على غيره من واجبات. ووقف سيادة الرئيس جمال عبد الناصر ووزع بيده سندات التمليك على 2 من فلاحي كل قرية من قرى الإقليم السوري، والتي بلغ عددها 27 قرية. وتبلغ مساحة الأراضي المروية والبعلية التي وزعها سيادة الرئيس بيده على الفلاحين 6510 هكتار، تستفيد منها 16332 نسمة من فلاحي الإقليم. وتبلغ مساحة الأراضي التي اقتطعت من الملاكين بموجب قانون الإصلاح الزراعي 121 ألف هكتار من الأراضي المروية و 1,526 ألف هكتار من الأراضي البعلية، وستوزع على بقية فلاحي الإقليم السوري. وهكذا عادت الأرض إلى أصحابها ليفلحوها بسواعدهم ويضاعفوا إنتاجها ويرفعوا الدخل القومي للوطن بعد أن قاسوا